المزمور 34. أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. يلا نقرأ عدد 3 مع بعض. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. ده شعار ترنيمنا النهاردة الصبح. يلا نقول مرة تانية. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. كمان مرة. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه، ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قديسيه، لأنه ليس عوز لمتقيه. الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. هلما أيها البنون استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب. من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة واسعى وراءها. عينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. وجه الرب ضد عامل الشر ليقطع من الأرض ذكرهم. أولئك صرخوا والرب سمع، ومن كل شدائدهم أنقذهم. قريب هو الرب من المنكسر القلوب، ويخلص المنسحقي الروح. كثيرة هي بلايا الصديق، ومن جميعها ينجيه الرب. يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. الشر يميت الشرير، ومبغض الصديق يعاقبون. الرب فادي نفوس عبيده، وكل من اتكل عليه لا يعاقب. مرة تانية أنا عايز نكرر الآية رقم 3 ونبتدي تسبيحتنا بهذا الكلام. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. يلا كمان مرة. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. غمض عينك واطلب من الرب بركة ليك في هذا الصباح. خلونا نعظم الرب ونعلي اسمه معا. عظيم الرب، عظيم، عظيم في محبتك، عظيم في أمانتك، عظيم في تحريرك، عظيم أيضا في شفائك. بنباركك ونعظمك يا سيدنا الغالي، لأنك موجود في وسطنا في هذا الصباح. أنت عظيم، أنت عظيم، أنت عظيم يا الله، ما أعظمك. أنت عظيم، عظيم، عظيم يا الله. أنت عظيم، عظيم، عظيم يا الله.
ما أعظمك يا رب، ما أمجد اسمك في كل الأرض. جايين في هذا المؤتمر المبارك نطلبك وننتظرك، فأنت عظيم دون ما حدود. بارك وقتنا، بارك اجتماعنا، المس قلب كل واحد وحدة فينا في اسم المسيح، آمين. تفضلوا ارتاحوا. عظيم إله، عظيم وقدير، وتعالوا ننتظره، نقول له ما أبهاك، ما أروعك، ما أشهاك. أنت القدوس، مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان. مستحق وحدك.
عندك كل الكرامة والسلطان. صباح الخير والبركة عليكم. إيه الإله الحلو العظيم ده اللي نيجي النهاردة الصبح وإحنا بنقترب ليه يرحب بكل واحد وواحدة فينا. أسألكم سؤال، وإحنا نستاهل؟ لا خالص خالص، لكنه إله حلو عظيم. عشان كده ابتدينا بالآية الجميلة اللي قلناها وردناها مع بعض وإحنا بنبتدي اجتماعنا، عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معي. إحنا لينا إله عظيم في الترنيمة اللي جاية، يلا قول إلهنا عظيم، إلهنا أمين وحافظ عهده سنين وسنين. إلهي العظيم بيرحب بي في محضره النهاردة الصبح، إلهي العظيم بيستقبلني وعايز يباركني، إلهي العظيم عايز يلمس قلبي وأنا قدامه في الاجتماع. عشان كده تعالوا كلنا نقول له يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، دي مراحمك جيل ورا جيل. إلهنا أمين وحافظ عهده سنين وسنين، بيطعم شعبه برية ويطلم أسرى ومسبين. إله دانيال ورب داود بنؤمن إنه مازال موجود، ينجي عبيده حسب وعده من سيف جوليات وجب أسود. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، دي مراحمك وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل. في قلب السجن ووسط الضيق بتيجي بقوة يا أوفى صديق، وإن وقف البحر قصاد شعبك تشق وتعمل منه طريق. ما في أبواب ولا أبدا أمامك تقوى يا جبار، ونطها دمر أولادك نشوفك وسط أتون النار. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، دي مراحمك الورا ويقول يا رب مالكش مثيل. إله أبائنا وأجدادنا عهودك لينا ولولادنا، يا فادي من الحفرة حياتنا ووعدنا لسه ما هتاخدنا، بنعلن إن اعلن إيمانك أمين. وإن يوم أنكرنا وصاحب ديك بنظرة حب تدوبنا، ونرجع تاني بتوبة إليك. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوافيك، دي مراحمك جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل. هللويا. إلهي حلو، إلهي عظيم، إلهي ملهوش مثيل، فلما بيحبني بيحبني محبة ليس لها مثيل. ما تقولوا معايا زي ما كنا بنرنم، يا رب ملكش، قولوها مرة تانية يلا، يا رب ملكش مفيش زيه، مفيش زيه.
مرنم الترنيمة اللي جاية قال لو هغني بين الناس هقول أنا ليا، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم بيحبني محبة عظيمة ملهوش مثيل. نفسي النهاردة يا شعب الرب وإحنا بنرنم قلوبنا تترفع للرب، فزي ما كنا بنبتدي عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. إله عظيم سامحني رغم إني عوجت المستقيم ومحى صك ذنوبي ومضي الأسيم. يلا غني من قلبك وقول أنا ليا إله عظيم. وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم. وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم. وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. سامحني رغم إني عوجت المستقيم، محاصك ذنوبي وماضي الأثيم. سامحني رغم إني عوجت المستقيم، ما حصك ذنوبي وماضي الأثيم. وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، عظيم أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم. وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنقذني من الهبوط إلى حفرة الجحيم، وجدت أنا فدية في دمه الكريم. أنقذني من الهبوط إلى حفرة الجحيم، وجدت أنا فدية في دمه الكريم. وبغني بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وأنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم. وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، اترائف عليا إلهي الرحيم، وعلى الركبتين حملني كالفطيم. اترائف عليا إلهي الرحيم، وعلى الركبتين حملني كالفطيم. وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وأنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم. وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، من حوله أغاني تسبيح الصرافين، لكن سمع مني الصلاة والترنيم. من حوله أغاني تسبيح الصرافين، لكن سمع مني الصلاة والترنيم. وبغني بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم. وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم. وإله العظيم بيحبني محبة إيه؟ أيوة كده زي ما بتقول، بيحبني محبة عظيمة. علشان كده لما نيجي ونسبح اسمه يستاهل، لأنه دفع فينا تمن غالي وحبنا محبة عظيمة. مرنم الترنيمة اللي جاي يشاور على الرب وقال له بفضل نعمتك وعمق رحمتك آتي لمحبتك وأرتمي عليك. تحمدك الشفاه وتنحني الجباه لشخصك يا الله،
فأنت خالقها. إله حلو عظيم بيحبنا محبة عظيمة حتى إنه وضع نفسه من أجلنا، عشان كده يستاهل إن احنا نيجي ونحمده ونعظمه ونسبح اسمه. كنا بنقول كلمة عايز كل واحد فينا ياخد باله منها،
تسبح الايه؟ لا قولوها بصوت عالي، يلا نقول مع بعض، تسبح القلوب. احيانا كتير قوي بيبقى واحنا جايين نسبح الرب الشفايف بس اللي بتسبح، الالسنه بس اللي بتسبح، طب والقلب؟ بلاش اقول على اللي جوه، صح؟ مش احيانا بنعمل كده ونتنهد التنهيده، هي هي نفس التنهيده دي، بس هنقول كلام ونسبح الرب بلساننا. لكن حلو النهارده ان قلوبنا تسبح ربنا مهما كان، من ظروف، من تحديات، من امور زي ما كنا بنحكي مع بعض امبارح، يمكن زي ما كنا بنقول مع بعض اصعب حاجه انا مش عارف اتحرر من مشكله نفسي وخطاياي، بس اجي بكل ما عندي واحط نفسي قدام ربنا. حنا ام صموئيل اتكتب عنها كلام كويس قوي، قالت ايه؟ قالت انها، عارفين كانت بتعمل ايه وهي بتصلي في الهيكل؟ بتسكب نفسها. يعني ايه تسكب؟ انتوا شطار في اللغه العربيه، يسكب يعني ايه؟ برافو، يعني بالبلدي كده زي ما احنا بنقول بتكب نفسها. ايه ده؟ يعني جاي افضي اللي جوايا قدام ربنا، جاي بخطاياي، بمشاكلي، بذنوبي، باحتياجاتي. حنا ام صموئيل كانت جايه باحتياج رهيب عندها، انها عايزه طفل من عند ربنا، بس الحلو انها كانت بتعمل ايه؟ بتسكب نفسها، بتكب اللي جواها قدام ربنا. اقول لك حاجه قبل ما نرنم الترنيمه اللي جايه دي، الوحيد اللي يسمعك هو، والوحيد اللي يقدر هو. الناس بيقولوا مثل بره، يقولوا العين بصيره، صح؟ صدقني ليهم حق، لانه الانسان يقول ممكن يوعد بس لما يجي ينفذ ايده ممكن ما تطولش، لكن الهي العظيم عينه بصيرة وإيده قديرة. مبارك اسم، ما تدوا سقفة للرب. عينه بصيرة وإيده قديرة، ذراعه قديرة، إله عظيم. في الترنيمة اللي جاية المرنم يقول أيوة إلهي قدير وضامن المسير، هو سنيدي وماسك إيدي علشان هو صالح. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين، يشهد عنه مبارح. ما تيجوا يلا نقف مع بعض ونسبح الرب بالكلام ده وانت بتقول أيوة إلهي صالح. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين، يشهد عنه مبارح وكل السنين. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين، يشهد عنه مبارح وكل السنين. أيوة إلهي حي، حبه ماله زي. أيوة إلهي حي، حبه ماله زي. جه عشاني وخد مكاني وكان تدبيره صالح. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين، يشهد عنه مبارح وكل السنين. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين، يشهد عنه مبارح وكل السنين. أيوة إلهي عظيم وفي العطاء كريم. أيوة إلهي عظيم وفي العطاء كريم، فايت خيره ومليش غيره دايما هو صالح. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين، يشهد عنه مبارح وكل السنين. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين، يشهد عنه مبارح وكل السنين. أيوة إلهي قدير وضامن المسير. أيوة إلهي قدير، هو سنيدي وماسك إيدي علشان هو صالح. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين، يشهد عنه مبارح وكل السنين. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين، يشهد عنه مبارح وكل السنين. أيوة برع جمال
وصاحب الجلال، أيوة برع جمال صاحب الجلال، فخري فيه وهعلي وبعلن إنه صالح، أيوة إلهي صالح إلهي أمين، يشهد عنه مبارح وكل السنين، أيوة إلهي صالح إلهي أمين، يشهد عنه مبارح وكل السنين. أمين أمين. إلهي صالح، إلهي أمين، إلهي عظيم، إلهي قدير، إلهي ضامن المسير، هو ماسك إيدي. إيه الحلاوة دي؟ إيه الإله العظيم ده؟ مش كنا بنرنم مع بعض امبارح وبنقول فخورة نبي؟ يلا نقول ونشاور عنه عليه ونقول قولولي حبيبك اسمه إيه؟ ومن غير حتى ما تقوله أحب إني أحكي عليه حبيبي، واسمه ده الموضوع، شرف ليا إني أنوله إن حبيبي. يلا قولوهم، قولوها معايا بصوت عالي، إن حبيبي اسمه يسوع. هو يسوع هو الإله الحلو العظيم اللي بيحبني زي ما أنا. اسمع الجملة دي مرة تاني، بيحبني زي ما أنا، رغم أنه عارف اللي فيا، عيوبي وذنوبي، لكنه بيحبني. حبيبي هو يسوع. يلا رنم من قلبك وقول فخور أنا بيه. فخور أنا بيه حبيبي ومستحيل أبدا أفرط فيه، ده بر نجاة في دوامتي، طريق وحياوي بقيامتي، وبفتخر إني منتمي ليه. فخور أنا بيه حبيبي ومستحيل أبدا أفرط فيه، ده بر نجاة في دوامتي، طريق وحياوي بقيامتي، وبفتخر اني منتمي ليه. قولولي حبيبك اسمه ايه؟ ومن غير حتى ما تقولوا احب اني احكي عليه حبيبي، واسمه ده الموضوع، شرف لي ان انا انوله ان حبيبي يبقى يسوع. قولولي حبيبك اسمه ايه؟ ومن غير حتى ما تقولوا احب اني احكي عليه حبيبي، واسمه ده الموضوع، شرف لي ان انا انوله ان حبيبي يبقى يسوع. طيب انا هوقف دلوقتي عشان نقول مع بعض فخور انا بيه، فخور انا بيه على مهلك خالص، يلا عشان انا عايزهم يرنموها معايا. حلو ان احنا نشاور عليه النهارده ونقول للرب انت الهي الحلو، انت الهي العظيم، افتخر بشخصك الغالي الكريم. لو الناس بينادوا باسماء كتير زي، يلا ركزوا معايا، زي ما كنا بنقول في الترنيمه اللي فاتت بغني بين الناس انا ليا، الاسم اللي افتخر بيه هو اسم يسوع، الشخص اللي اشاور عليه في حياتي كلها واقول هو اعظم شخص هو الرب يسوع لكل المجد، هو الوحيد القريب مني، هو الوحيد اللي يمسك ايدي، هو الوحيد اللي يكمل بيا. حبيبي اسمه، لا في حد يقول يسوع كده بالصوت الواطي ده؟ انا عارف ايوه صاحيين من النوم كده بس صوتكم قوي، يلا قول مع بعض حبيبي هو يسوع. احلى اسم واحلى شخص ارنم لاسمه الغالي في الفولدر بتاعي. طب ازاي كنا بنطلعينها امبارح النهارده مش موجوده؟ خد طيب مره تاني اهو، خد الفلاش. يلا نقول مع بعض، لو معاكم الموبايل وده اتعلموا تعملوا كده في اي وقت في ترنيمه مش موجوده
على طول تعملوا بحث عليها لو معاكم انترنت على الانترنت. نشكر الله من اجل التكنولوجيا. مفيش شبكه، مفيش موبايلات، مفيش حاجه. طيب يلا نقول مع بعض الكلام الحلو ده. فخور انا بيه حبيبي ومستحيل ابدا ابدا دبرنجا في دوامتي طريق وحكاوي بقيمتي وبفتخر اني منتمي ليه. فخور انا بيه حبيبي ومستحيل ابدا افرط فيه دبر نجا في دوامتي طريق وحياوي بقيمتي وبفتخر اني منتمي لي. قولولي حبيبك اسمه ايه ومن غير حتى ما تقولوا احب اني احكي عليه حبيبي واسمه ده الموضوع شرف لي ان انا انولو ان حبيبي بقى يسوع. قولوا لي حبيبك اسمه ايه ومن غير حتى ما تقولوا احب اني احكي عليه حبيبي واسمه ده الموضوع شرف لي ان انا انولو ان حبيبي بقى يسوع. ما بين الناس ما فيش تحت السماء غير اسمه يدي خلاص لأني عرفته وتبعته سلام في كل يوم بعته قصاده الدنيا دي تداس. ما بين الناس ما فيش تحت السماء غير اسمه يدي خلاص لأني عرفته وتبعته سلام في كل يوم بعده قصاده الدنيا دي تداس. قولولي حبيبك اسمه ايه احب اني احكي عليه حبيبي واسمه ده الموضوع شرف لي ان انا انوله ان حبيبي بقى يسوع. قولولي حبيبك اسمه ايه ومن غير حتى ما تقولوا احب اني احكي عليه حبيبي واسمه ده الموضوع شرف لي ان انا انوله إن حبيبي بقى يسوع. أبيعه بكام ده أغلى عليا من روحي أبيعه بكام ده فوق الكل ده القادر وحبه عجيب وشيء نادر ما يوصفش حبيبي كلام. أبيعه من روحي أبيع بكام ده فوق الكل ده القادر وحبه عجيب وشي النادر ما يوصفش حبيبي كلام. قولولي حبيبك اسمه ايه ومن غير حتى ما تقولوا أحب اني أحكي عليه حبيبي واسمه ده الموضوع شرف لي ان انا انوله ان حبيبي بقى يسوع. قولولي حبيبك اسمه ايه ومن غير حتى ما تقولوا احب اني احكي عليه حبيبي واسمه ده الموضوع شرف لي ان انا انوله إن حبيبي بقى يسوع.
مبارك اسم الرب. حاجة حلوة صدقوني، شكلنا واحنا بنقول الكلام ده وصوتكم الجميل وانفعالكم الحلو مع الترنيمة واحنا بنقول ان حبيبي يبقى يسوع. يسوع هو حبيبي. قدام كل تحدي، قدام كل خطية، قدام كل امر، لا انا اختار يسوع. احيانا زي ما قلت مع حضراتكم امبارح بنختار اختيارات كتير قوي، بس اخر حاجة بنفكر فيها هو الرب يسوع. بس النهاردة في اسم الرب يسوع مبتديين يوم جديد مع تغيير في المؤتمر ده، وعايزين نقول من كل قلوبنا اكبر شرف ليا واعظم شيء ليا ان حبيبي يبقى يسوع. يبقى يسوع هو حبيبي الغالي، هو اعظم اسم. زي ما الترنيمة اللي جاية بتقول اسمك يتغنى يا المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك رب الأرباب المجيد. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك. يلا نقف ونعظم اسمه الغالي في وسطنا وقول الكلام الحلو ده. اسمك يتغنى، أحلى اسم، اسم يسوع. اسمك يتغنى يا المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك رب الأرباب المجيد. اسمك يتغنى يا المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك رب الأرباب المجيد. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءات من مجدك. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءات من مجدك. اسمك يتغنى يا مليك الدهور السرمدي يسوع، يسوع المسيح الإله الحكيم الوحيد. اسمك يتغنى يا مليك الدهور السرمدي يسوع المسيح الإله الحكيم الوحيد. قدوس قدوس السماء والأرض مملوءة من مجدك. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءة من مجدك. اسمك يتغنى بالعز والجمال في قدسك، الكل يقول مجدا وإكراما لك. اسمك يتغنى بالعز والجمال في قدسك، الكل يقول مجدا وإكراما لك. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءة من مجدك. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءة من مجدك. علي صوتك بالتسبيح وانشد، يلا عظم اسمه. هو الاسم الغالي العالي لكل المدين. علي صوتك بالتسبيح وانشد للمسيح، هو الاسم الغالي العالي لكل المديح. هو شفيع الناس والدم الخلاص، هو شفيع الناس وبدم الخلاص. قم رنم واديله المجد ده فرحه لي. علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح وانشد للمسيح، هو الاسم الغالي العالي لكل المديح. علي صوتك بالتسبيح وانشد المسيح، هو الاسم الغالي العالي لكل المديح. هو
شفيع الناس وبدمه الخلاص، هو شفيع الناس وبدمه الخلاص. قوم رنم واديله المجد، ده فرحه لينا. ارفع ايدك ارفع ايدك عاليه لفوق، كرامه للقدوس. ده على حساب دم صليبه ضعفتنا بندوس. ارفع ايدك عاليه لفوق، كرامه للقدوس. ده على حساب دم صليبه ضعفتنا بندوس. ده روحه ساكن فينا يرشد ويعزينا، ده روحه ساكن فينا يرشد ويعزينا. قوم واهتف واديله المجد، ده هو الفخر لينا. وعلي صوتك بالتسبيح وانشد للمسيح، هو الاسم الغالي العالي في كل المدينة. علي صوتك بالتسبيح وانشد للمسيح، هو الاسم الغالي العالي في كل المديح. هو شفيع الناس وبدمه الخلاص، هو شفيع الناس وبدمه الخلاص. قوم رنم واديله المجد، ده فرحه لينا ميراث. سقف يلا لرب بايدك وارفع احلى نشيد، خلي حضوره مجده فينا يوم ورا يوم بيزيد. سقف يلا لرب بايدك وارفع احلى نشيد، مستحيل يوم ورا يوم بيزيد. المس مجد الاب وافتح قلبك باب، المس مجد الاب وافتح قلبك باب. قوم هلل واديله المجد، ده جاي على السحاب. وعلي علي صوتك بالتسبيح وانشد للمسيح، هو الاسم الغالي العالي لكل المديح. علي صوتك بالتسبيح وانشد للمسيح، هو الاسم الغالي العالي لكل المديح. هو شفيع الناس وبدمه الخلاص، هو شفيع الناس وبدمه الخلاص. قوم رنم واديله المجد، ده فرحه لينا ميراث. وانت واقف غمض عينك وارفع قلبك للرب، قول له يا رب انا في هذا الصباح مستنيك. ما اعظم اسمك، شرف ليا ان حبيبي يبقى يسوع. جاي في هذا الصباح اشاور عليك واقول لك انت سيدي وتاج راسي. علشان كده جاي اعلي صوتي بالتسبيح، جاي اهتف لشخصك لانك الهي وفادي وحبيبي. وزي ما كنت بترنم صليها في قلبك دلوقت وانت بتشاور عليه وبتقول له قدوس قدوس قدوس. رب السماء والأرض، رب الصباؤوت، رب الجنود. يا رب تلامس مع قلبي. يلا خلي دي صلاتك وانت بتتهيأ كده لاستقبال كلمة ربنا ليك. المس قلبي يا رب، أنا في حاجة شديدة إليك. تعالوا نصلي العدد ده وإحنا بنقول للرب اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمل أذنيك. وإنت مغمض عينك أنا عارف إن الترنيمة دي كلنا حافظينها، فتعالوا نعتبرها صلاة جماعية بنصليها مع بعض وإحنا بنقول له ارحمني وامسك بيدي، أنا في حاجة شديدة إليك. اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمل أذني. اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمل أذني. ارحمني وامسك بيدي،
ارحمني وامسك بيدي، فأنا في حاجة شديدة إليك، فأنا في حاجة شديدة إليك. كمان مرة اسمع صراخي، اسمع صراخي يا سيدي، وإلى صلاتي أمل أذنيك، اسمع صراخي يا سيدي، وإلى صلاتي أمل أذنيك، ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا في حاجة شديدة إليك، فأنا في حاجة شديدة إليك. يا رب بنعلن حاجتنا الشديدة لشخصك، بنعلن إن إحنا عايزينك يا رب، بنعلن إن جوانا صراخ وآهات ودموع، وعايزينك تيجي تلمس قلوبنا يا رب. عشان كده بنصلي اسمع صرخة كل واحد واحدة فينا، وتعالى المس قلوبنا. احنا شرفنا وفخرنا هو في شخصك وحدك، انت الرب يسوع المسيح العظيم. اسمعنا وارحمنا وتلامس مع كل قلب فينا في اسم المسيح، امين. دكتور شادي، الدكتور شادي كان معانا السنه اللي فاتت ومن 3 سنين كمان، وبجد انا بشكره وبقدم شكر خاص ان هو بيلبي دعوتنا. ومعانا كمان طنط وفاء مراته، هو ما بيكسفناش، والرب ما بيكسفناش اكتر ان هو فعلا بيدينا، بيبعت لينا زي ما قلنا امبارح رساله خاصه عن طريق اولاده. اهلا بيك. أول مرة أسمع ترنيمة اسمه، عجباني الترنيمة بتاعت اسمه حبيبي يسوع دي، بيقولوا لي اسمه إيه، قولوا ولا ما يقولوا، عجبني الكلام. بس يعني واحد بيحب يسوع، أو يعني واحد بيحب حد، احنا يعني ببساطة شديدة كأباء يعني بنقول لأولادنا بتحبني وريني، اسمع كلامي وريني، أنا عايز أشوف أنك بتحبني. ما يكفيش أنك بتقول أنك بتحبني وأنت مش بتسمع كلامي. والرب يسوع له كل المجد قال من يحبني يحفظ وصاياي، يعني يحفظ كلامي. العجيب في كلام الرب يسوع الحقيقة أنه كان كلام حلو بسيط جدا. شكرا لمايكل، شكرا. كلام الرب يسوع كان كلامه بسيط جدا، كان بيكلم الناس العادية، مع أنه مزخر فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة والعلم، لكن لما جي كلم الناس ببساطة شديدة. الرب يسوع، واخدين بالكم، لما تكلم يعني تكلم عن العصفورة، تكلم عن كوبات مية، تكلم عن يعني بقول للستات، تكلم عن 3 أكيال دقيق، تكلم على شغل الروح القدس، وقال يعني ست بتولع نور وتكنس البيت. كان بيتكلم ده ملك الملوك، رب الأرباب، يكلم ببساطة شديدة جدا، بيستخدم تعبيرات شديدة جدا. يتكلم على الزرع وبعدين يقولك إن كان عشب الذي في الحقل اليوم ويطرح غدا في الفرن في التنور. بيتكلم ناس عايش مع الناس، في معلم رهيب يعني. الله ظهر في الجسد، لما يجي يتكلم وعاوز يفهم الناس يعني ايه تعليم جديد ويعني ايه تعليم قديم، يقول لهم رقعة يعني نرقع الهدوم. انا بتكلم لغة الغلابة، بتكلم عن لغة الغلابة اللي بيرقعوا الهدوم. فهو كان لذيذ جدا وجميل جدا، ان كلامه بسيط، كلامه بسيط جدا يفهمه الناس كلها.
كانش جاي للطبقة العلوي في المجتمع، رغم أن نيقوديموس اللي هو من الطبقة العلوي لما جاله نفهموش، يعني ما فهمش رب يسوع. لما جيت رب يسوع تكلم على مستوى الروحيات نيقوديموس كش وما عرفش وقال وما فهمش، مع أنه كان جاي يقول له أنا فاهم أنا أعلم في الأول. تاه لما رب يسوع بس ابتدى يقول شوية كلام حلو عن الميلاد من فوق اتلخبط. لكن على أي حال كلام يسوع حلو للبسيط، للإنسان البسيط، بيكلم الناس العادية جدا. وأنا متصور إنه فنين ما قعد كان في أولاد صغيرين، عشان يعني كده أنا بحب أول أولاد صغيرين، ما بحبش إنهم يمشوا، بحب إن حتى لما يعملوا دوشة. وأيام الرب يسوع كان أولاد صغيرين قاعدين برضه هو بيتكلم، ابتدوا يعملوا دوشة، فالتلاميذ قال يلا ده أنت هو امشي. الرب يسوع رفض، قال لهم خلوهم دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن مثل هؤلاء إيه ملكوت السماوات. كانت الناس حواليه عادية جدا، ناس بسطة بتوع المجتمع بتاعهم، لكن كان رغم كلام بسيط جدا لكنه أيضا عميق جدا، عميق يصل إلى أعماق الإنسان. طبعا الأمثال دي كانت طريقة لذيذة جدا بيتكلم بها الرب يسوع، يقول كان يكلمهم بأمثال وبغير أمثال لم يكن يكلمهم. ليه؟ لأن المثل يوضح. من أجمل وأعمق ويعني يتعمل فيه دراسات كل كلام الرب يسوع يتعمل فيه دراسات. المثل البسيط اللي احنا هنقراه مع بعض دلوقتي بنعمة المسيح من إنجيل لوقا الإصحاح من إنجيل إصحاح 8، وهنقرا من أول عدد الرابع. وأنا عارف إن كنتم معتادين إنه لما بتسمعوا كلمة الله بنقف احتراما لكلمة الله. من أول عدد 4 في إنجيل لوقا 8 تقول كلمة الله: فلما اجتمع جمع كثير أيضا من الذين جاءوا إليه من كل مدينة قال بمثل: خرج الزارع ليزرع زرعه، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فانداس وأكلته الطيور، طيور السماء، وسقط آخر على الصخر فلما نبت جف لأنه لم تكن له رطوبة، وسقط آخر في وسط الشوك فنبت معه الشوك وخنقه، وسقط آخر في الأرض الصالحة فلما نبت صنع ثمرا 100 ضعف. قال هذا ونادى: من له أذنان للسمع فليسمع. سألوا تلاميذه قائلين: ما عسى أن يكون هذا المثل؟ قال لهم: لكم لينا قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، وأما للباقين فبأمثال حتى أنهم مبصرين لا يبصرون وسمعون لا يفهمون. وهذا هو المثل، شرح المثل: الزرع هو كلام الله، والذين على الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لألا يؤمنوا فيخلصوا. والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح، وهؤلاء ليس لهم أصل فيموتون إلى حين، وفي وقت التجربة يرتدون. والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها ولا ينضجون ثمرا. والذي في الأرض الجيدة هم الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. غمض عينك لحظة وقول له: هذه هي كلمتك، وإن دي كانت كلمتك كلمني بيها، إن كانت دي كلمة الحياة كلمني بيها. أنت قلت عن الكلام اللي أنت قلته، الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، تعالى ارسل روحك في أعماقي وإحييني بكلمة الحياة عشان خاطر الدم المسفوك عنا لكل الإكرام. آمين. فضل. وفي تعبير جميل يميز جدا كلام الرب يسوع، دايما يقول لك: من له أذنان للسمع فليسمع. من الودان معموله ليه؟ لا لا لا، الودان معموله ليه؟ يعني غريب جدا التعبير الرب يسوع لو كل المجد يقول من له أذنان للسمع، يعني امال في ودان ليها حاجه؟ لك ممكن مثلا حد يقول ما الودان معموله علشان مثلا الستات يقولوا احنا الودان معموله عشان نحط فيها الحلقان. ما هو لو ما فيش الودان ما يمكن هحط الحلق فين؟ ولو انه دلوقتي بيحط الحلق في المناخير، لكن ما يمكن الودان معموله عشان الحين ام رجاله يقولوا لا لا لا، الودان معموله عشان نحط عليها النضاره. تخيلوا لو ما فيش الودان كنت احط النضاره على ايه؟ لا لا، الودان اساسا معموله ها سمع. بس في ناس
في ناس ما بتسمعش، لأن السمع اللي بيتكلم عنه رب يسوع مش مجرد دخول الكلام لهنا، لا، اللي هو دخول الكلام لهنا ويتفهم بالعقل ويتنفذ بالحياة. احنا مش بنقول اسمع الكلام يقولك ما اسمعش كلام، يعني عمل شغل مش زي اللي انا قلته. فالسمع اللي بيتكلم عليه الرب يسوع مش بس مجرد ان احنا نسمع الكلمة تخش هنا، لا، تخش هنا، تخش في مخنا وفي قلبنا فتسكن وتحدث تغيير وتبان في السلوك. يبقى هو ده يقوله، ده سمع الكلام. رب يسوع لذيذ بيقول من له ذلال للسمع، ونقول يا رب كده النهاردة ودنا مش دي، ودنا الروحية بيحصل لها ايه؟ تشتغل. ها قولوا امين. اصحوا كده معايا، واكلين فول، انا عارف فالفول ده هما ثلاث حاجات معروفين اللي هو يسموه مثلث الرعب بالنسبة للخدام: الفول والكراسي المريحة والتكييف، وانتوا ثلاثة موجودين، الفول وفي تكييف وجلسة مريحة، يبقى الرابع ايه بتاعهم، النتيجة الرابعية الرابعة النوم. عشان كده ده المثلث الرعب بالنسبة للخدام. اشكر الله من اجل مايكل كان مصحصحكم كده. فالنهاردة نقول يا رب دينا ودان بقى بتسمع، مش بدان ايه نحط عليها الحلق ولا ايه نعلق نشعبط عليها النظارة. مثل جميل جدا، عشان كلمة على الارض، هو كان بيكلم الرب يسوع عن الارض ونوع التربة، ها اللي انا قريته عليكم ده، كان بيكلم عن الارض. هو لما جه فسر لهم قال لهم، لما بيقول لهم هنا بيقول لهم هذا المثل، الزرع عرفناه هو كلام الله، طيب والذين على الطريق، كان بيكلم على ايه؟ ها بيكلم على ايه؟ على الارض ولا على مين؟ على مين؟ على الناس. ها تاري في ناس وناس وناس، وشبع كل ناس بشكل ارض. عارفين لما تقروا المثل ده في مرقس ومتى مكتوب ايضا المثل ده، كان قاعد يقول لك، كان قاعد وبعدين يقول لهم ايه؟ هو ذا الزارع قد خرج ليزرع. هم قاعدين كده على بيقعدوا، انتوا عارفين ارض فلسطين كلها تلال ويعني طالعه ونازله كده، فبتبقى خضره كده، في زرع اللي هو نجيله عاديه يسموه العشب. فكان في المثل بتاع، مش في المثل، المعجزه بتاعت الاشباع 5000، قال لهم اجعلهم يتكئوا على العشب، فالارض خضراء في مطر، فالارض مخضره، فالناس تقعد على الارض اللي فيها حشيش اخضر كده طالع نازل، وهو قاعد كده في نفس الوقت شاف واحد فلاح طالع يشتغل، بيتكلم من الناس، بيتكلم مع الناس. هو ذا الزارع، شايفينه؟ الراجل، شايفين، شايفين الراجل، هو ذا الزارع قد خرج، ها ليه الراجل بيشتغل، راجل مكافح، وهو الراجل ده ما فيهوش فيه مشكله، الزرع ما فيهوش مشكله، ولا الحبوب، الحبوب اللي بيرميها ما فيهاش مشكله، المشكله فين؟ في الارض اللي هتترمي عليها اللي هي الناس. فكلمه الله اهي 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 حلوه، هي كلمه الله حلوه، هي البذور، تمام. والزارع اللي هو هنا الزارع اللي هو بيقدم، الزارع هو اللي بيقدم كلمه الله، اوكي، كلمه الله حلوه ما فيهاش مشكله، اما المشكله فين؟ المشكلة هتقع فين؟ وده السؤال النهارده الصبح، هي الكلمة دي رايحة فين؟ هنا. مين هنا فين؟ مين ايه؟ ده هي دي القصة. مثل بسيط جميل، الناس شافاه. الناس شافاه عادي خالص، هو ذا الزارع قد خرج ليزرع. فسقط بعض على الأرض، الأرض اللي سماها هنا ايه؟ الأرض اللي هي ايه؟ الطريق. ها؟ كلكم صعيدة، أساساً كلكم صعيدة، في حد مش صعيد هنا؟ ها كلكم منايف، اوكي، كلكم فلاحين صح، يعني اغلبكم من طالع من الارض. احنا في الزرع بنعمل ايه؟ بنعمل حضان كده، تمام. وبنعمل نيجي نعمل حضان، نيجي مش عارف، احنا في الصعيد عندنا نسميها صنيفه، عارفين الصنيفه اللي هي حته كده يتمشي عليها عشان ما نمشيش وسط الزرع، تمام، لان احنا بنشتغل بنظام الحضان، تمام، بيعملوا حته كده عاليه يمشي عليها الايه الفلاح، اي حد يمشي عليها سموها صنيفه. برضه في الأراضي اللي كانت تزرع بالمطر يعملوا طرق كده، حتة عالية كده يتمشي عليها عشان ما يمشيش وسط الزرع. فشوية من الحب وقع على إيه؟ على الصنيفة دي، على الحتة دي. حصل له إيه؟ حصل له إيه هنا؟ يقول كده انداس، في الترنيمة الحلوة اللي كنت تقوله في حاجة اسمها انداس. انداس. إيه ده؟ قال لك في سكة كده بتداس، ما دام هي بقت سكة، بدل بقى الطريق بقى تنداس. طب ايه ده؟ في بشر كده؟ قال طبعا في بشر كده، طبعا في ناس بتنداس من كل الناس، ايوه، اي حد يقول لهم اي حاجه صدقوها طبعا بينداس، اي واحده تخش اي بيت تقول اي كلام التانيه تصدقه يبقى بتنداس، اي بنت تقول لبنت
على فكرة مش مظبوطة وتصدقها بتنداس. أي تشات من واحد يقول لواحدة أي كلمتين فاضيين وتقبلها ويضحك عليها بتنداس. وعشان كده بنشوف اليومين دول بنات كتير بتطير وبنات كتير بتضيع. ليه؟ أصلا بتنداس، بتنداس من أي حد. هي عملت روحها طريق، أي حد يقولها أي كلمتين حتى خلمية خلية ودانها تسمع أي كلام فبتنداس. أي صاحب يجي يقولك كلمتين عن ننبسط مع بعض ونفرفش وتعمل دماغ و إلى آخره ويأثر على حياتك فهو بيدوسك، فأنت سكة، أنت طريق متداس من كل خلق الله. عشان كده لما تيجي كلمة الله تسمعها، تيجي تحضر تقعد في لقاء زي كده تلات أربع أيام ولا تفهم حاجة، ما أنت أصلك متبهدل، دايسين عليك كل البشر دايس عليك. ده بس في ناس كمان هاوية تعمل أفكار في دماغة الناس وانت بتصدقها. خليني أتكلم بصراحة، احنا كرجالة في حاجات كتيرة في العلاقات بين الرجالة والستات بنسمعها من الآخرين، يقول لك هم صنف كذا، ما لهم شغر في كذا، وانت بتصدق الكلام الفاضي ده. ده إنسان شرير اللي بيقول لك كده، بتصدقه. يقول لك الستات دول ما يجوش غير مش عارف بإيه، انت بتصدق الكلام ده فبتنداس. تخش تسمع كلمة ربنا مفيش. ليه؟ ما انت سكة، ما انت طريق بإيد صلب. انت عارفين كل ما الحتة تدوس عليها تتصلب، ولما تتصلب أكتر لو وقع عليها حباية تبقى على السطح، ومتيجي الطيور تشوفها تخطفها. بصوا شغل إبليس في ثلاث طرق الكتاب يحكي عنهم، يا إما في الخطف ده زي الطيور، يا إما بالهجوم زي زي ما الكتاب يقول لنا اصحوا واسهروا لأن خصمك إبليس خصمكم ماله كأسد، فيجي يخوفك وياخد منك الكلمة برضو. أو القصة القديمة، الشغل القديم بتاع الزحافات، كانت الحية أحيا جميع حيوانات البرية. يقولك كده وداخلهم فكر شرير، دخل فكر شرير، وياما إبليس بيلعب معنا بحكاية داخلهم فكر دي. فهما ثلاث طرق، يا إما بالزحف إبليس كالحية، يا إما بالتخويف إبليس كأسد بيخوفك يرعبك خليك تخاف من ربنا. وإحنا مفروض نخاف من ربنا، إحنا مفروض نخاف ربنا، قصة معروفة، لكن ما نخافش منه. ده حبيبي، كان عمال يقول لكم ده حبيبي، إحنا ما نخافش من ربنا من حبيبي، لكن لو خفت منه بقى مرعوب من بكرة وعاوز وخايف وماسك لي عصايا وهيموتني، يبقى أنت ما فهمتش ربنا. حبايبنا يا عيني عايشين اللي إحنا عايشين وسطيهم خايفين منه جدا، مخيف، هيموت وحطه في عذاب القبر وطلع لك تعبان اقرع وطلع عينيك، مرعب، يخافوك. خاف من ربنا، ها؟ اسد زائر والاسد زائر، كلمه زائر يعني انت عارف يعني كلمه زائر شباب؟ يعني ايه اسد زائر؟ يعني بيزورنا، يعني ما في قصص يقول لك ايه في الجامعه استاذ زائر ده جاي يزورنا، لا استاذ زائر. الاسد الزائر اللي هو بيزقر، اللي بيعمل صوت، بيعمل صوت، ده اسلوب تخويف، اسلوب تخويف. انا كنت في بلد اسمها جوبا جنوب السودان، فبيحكوا لي هناك انه البريه جنبيهم، الناس جنبيهم البريه بشويه كده، يقول لك الاسد لما يزقر نسمعه في سوري في تعبيره للمنبر كرامته، لكن يقول الحيوانات زي البقر عندهم كده يتبول على نفسه من الرعب لما صوت الاسد بس يطلع من الغابه. فابليس بيعمل الحكايه دي، فهو ساعات يسأر يخوفنا كاسد كحيوان وحش، او يجينا كايه حيه يسرسب فكره احقا الكلمه اللي قالها زمان الامينه حواء هو صحيح احقا، او يخطف زي الطيور دي. فمستنياك، هو مستنيك بره، يعني هو مستنيك بره، سمعت الخدمه انت بس انت اصلك سك، يعني انت طريق، فالكلمة لسه ما دخلتش، هي على الطرف هنا، فهو كده طلع برا هوب يروح نتشها منك. ليه؟ لان انت مش تربة صالحة للاستقبال، لان انت سبت نفسك تنداس من كل الناس. انا بقول للبنات وبقول للولاد وبقول للرجالة وبقول للستات، ما تخليش حد
يدوس لا على فكرك ولا على عواطفك بكلامه. تخليش حد يتحكم فيك، لانه لو عندك في كده في كل مدرسة وفي كل مكان هتلاقي في عيل كده، العيل ده دوره يبوظ الباقيين، دوره كده يبوظ الباقيين، هو اللي بيحكي لهم حكاوي أبيحة، هو اللي يحكي لهم على الأمور اللي مش مظبوطة، هو اللي بيحكي لهم على كل حاجة مش مظبوطة. تمام؟ هو إنسان، هو دوره كده، معمول كده إن هو شرير. لو سبت ودانك لهذا الإنسان تبقى انت بقيت سكة، ولما تبقى سكة يبقى مفيش فايدة في كلمة الله مهما تقالت. الكلمة حلوة، الحباية فيها حياة، حباية فيها حياة، الكلام ده حي. عارفين الكلام ده ايه؟ أكبر دليل على ان الكلام ده حي ان في بلاد بالكامل بتمنعه، بيخافوا منه. كتاب المقدس يخوف طبعا لانه حي، كلام حقيقي. لما تدرس كتاب المطالعة بتخاف منه؟ اخا امتى من المطالعة؟ لكن ده يخوف، ده كلام حي. كان في واحد اسمه واتش مني، راجل صيني عظيم كان بيكرز في كل حتة يعني، فكان بيبعت بيدي كتاب للناس كده، فراح واحد خد منه الكتاب تاني يوم رجعه له، قال له هو مش عاوزه. قال له ليه؟ قال له الكلمة بتضربني، it kicks me، سوري بالانجليزي، قال له it kicks me، بتضربني انها قوية. فاذا الكلمة حية وحلوة، والزارع اللي عاوز يبذرها بذرها، لكن المشكلة كانت فين؟ أول واحد المشكلة كانت في الإنسان اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ قولوا معي، الإنسان اللي هو طريق، اللي هو الإنسان الطريق. ده نمرة واحد، هذه السكة الأولانية أو الطريق الأولاني اللي الورق كلمة الله ما نفعتش معهم. تمام؟ نمرة اثنين، قال لك في ناس تقع على أرض فيها صخر. زمان أنا يعني صخر في أعماقها، في صخور. زمان قدام عمارة واحد قريبنا زرع نخلتين، زرع شجرتين فيكس، وبعدين الشجرتين ابتدوا يكبروا مع بعض كده بطريقة جميلة جميلة جميلة، وفجأة واحدة دب صفرت وماتت. وبعدين إيه؟ جابوا الراجل اللي هو اللي زرع يعني، قالوا له إيه اللي حصل؟ قال لهم النسر، عارفين كلمة النسر اللي هو الجدر يعني، النسر خبط في حجر فمات، الجدر خبط في حجر فمات. ايه ده؟ هل زرع الحجارة الارض اللي موجودة في الحجارة ما تخليش الارض قابلة للزراعة؟ طب ايه؟ في حجارة، في ارض، في حجارة، في شبه، في بشر، في حجارة كتير كتير. مثلا في واحد عنده كراهية شديدة، ما بيحبش او رافض، كاره للناس، كاره للظروف، وبسبب تربيته، بسبب ظروفه، بسبب فقره، يمكن بسبب ان ابوه كان بيشتغل شغلانه بسيطه، بسبب ان الدنيا كانت، بسبب انها يعني وسط اخواتها بيقولوا عليها دي اللي مش حلوه، اللي مش هتطلع. انتوا عارفين تعبير عندنا مصري، تعبير قاسي جدا، يقول لك دي مش طالعه عربيه، هو ده تاكس، يقول لك دي ايه؟ لا مش هتطلع دي. ايه يعني هتعكس؟ تعبير قاسي جدا، بسبب شكل شعرها. فهي عندها كراهية شديدة جدا لذات، للناس وللي حواليه. ده حجر كبير، خش الاجتماع يجي الكلمة تيجي تنزل لتحت شوية، تنزل لتحت شوية، بس أول ما تقرب من حتة الكراهية هوب الزرع يموت، لأن في صخرة جوه الإنسان، في صخرة معمولة من الزمن. أقول لكم صخرة تانية شديدة شديدة جدا تبوظ أي زرع، عدم الغفران. حد غلط فيا ها وما اعتذرش، فصار عندي عدم الغفران ده جوايا حجر كبير. ها زعلانه من اختي، وزعلانه ليه من اختك؟ قصه بسيطه جدا، صدقون قصص هايفه. أصلاً لما جملتها مش عارف ايام بنتها، هي ما جملتنيش ايام بنتي، وبعدين مش مسامحاها، وبيني وبينها ربنا، ولغايه لما اروح اللي مش عارفاه ملياش دعوه بيها. حجر ترمي كلمه الله، تتحط كلمه ربنا في اجتماع زي كده، في نهضه زي كده، الكلمه حلوه، كلمه حيه، نقبل شويه، بس اول ما اطلع كده يقول ايه اخبار اختك؟ حد يقول اختي بلانيله ما تفكرينيش. ايه ده؟ خبط في الحجر دب مات الزرع. عدم الغفران حجر كبير.
هقول لكم حاجة تالتة خطيرة جدا، الإحساس بالذات. أنا حاسس إن أنا عكس بتاع الدنيا ده، عكس اللي حاسس إنه وحش، لا في بقى اللي حاسس إنه كويس. إن هو أنت هتعلمنا إيه؟ أنا فاهم، عارفين الراجل راح لرب يسوع قال له يعني ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ الراجل خلاص خلص كل حاجة، يعني خلص كل حاجة عاوز بس إيه؟ يضمن الحياة الأبدية. قال ماذا أصنع لأرث الحياة الأبدية؟ قال له أنت عملت إيه يعني؟ يحفظ الوصايا يحفظ الوصايا يا رب يحفظ الوصايا حفظتها كلها منذ حدثت يا كذاب انت حفظت كل ده؟ اي لا سؤال عنده حاجه كبير اسمه الذات وده راجل غني مبسوط وشاب يعني فرحان بشبابه وكده يعني كان عنده كالكوعه اسمها الذات انا حاسس ان انا كويس انا هذه كلها حفظتها منذ حدثت كذاب ليه؟ حفظ كل حاجه؟ يعني الوصايا انت عارف الوصايا؟ قال له اعرف قال له مثلا الوصيه الاولى انا اعرفها انا هو الرب الهك لا اكل لك اله غيري وانا بقول ما فيش ليك ما فيش غيرك يا رب حبيبي يا يسوع كنا بنقولها من شويه طيب لا تحلف باسم الله بطيئا لا مش بحلف بس ساعات لساني يفلت بس ايه يعني هتمسكوه عليا لو لساني فلت يعني قلت يعني مش طيب نمره ثلاث قدس يوم الرب بس لو ما فيش شغل انا يعني ما فيش شغل بقدس يوم الرب لكن لو فيش عملية طيب افرض جاتني شغلانة سبوبة وربنا ضد السبوبة لا هيشتغل لا ثلاث اكرم اباك وامك انا ده ابويا وامي على راسي بس يسمعوا كلامي ها مش كلنا بنقول كده بس يجيبوا لي اللي احنا عايزينه هو ده حفظ الوصايا طيب لا تقتل ايدي ما تمددش على حد لا تسرق ولدي لا تزني ها لا تزني ها غلطة حفظتها منذ حدثت الناس كلها بتعمل كده كبرية كبير حجر قد كده طب لا تشتهي مال قريبك حصل ولا طول النهار عينك في اللي جابه قريبك طول النهار عينك في اللي بتلبسه صاحبتك وطول النهار في العربية اللي جابها قريبك والشقة التانية وشقتها غير شقتي كبرية خطير حجر قد كده تسمع الكلمة تفرح حلو هاليلويا حبيبي يسوع بعدين تستنى شوية كده تنزل تخبط في الكبرية تموت الزرعة نوع التاني من التربة التربة الأولى كانت التربة هي الطريق السكة اللي هو مين اللي بينداس من كل بينداس من كل الناس وانا عايز اخد يعني قرار عملي بقول للأولاد الحلوين والبنات الحلوين اقفل كل اقطع كل اتصال مع انسان بيدوس عليك اي صاحب من اللي دايما بيفتي عليك فتوات ازاي تتبسط وازاي تفرح من فضلك اعمل له ديليت عشان ما تبقاش سك عشان ما تبقاش طريق ده نمره واحد نمره اتنين الارض اللي فيها ايه ها الارض اللي فيها حجر قلنا الارض اللي فيها حجاره الارض صخ ودولنا قلنا كذا نوع من الحجاره قلنا نوع الاحساس بان انا قليل نوع الاحساس بان انا متميز والحاجة الثالثة المهمة اسمها ايه؟ ها؟ قولوا عدم الغفران. ها؟ وفي حجارة كتير، على فكرة بتشوفوا أنا ساكن في حتة اسمها المقطم، المقطم أرض صخرية، علشان يجهزوا الأرض بيجيبوا حاجة اسمها ايه؟ دقاق كده، يعمل دوشة فظيعة، بس ما ينفعش عشان يبني لازم يشيل الصخر، وبرضه عشان كلمة الله تطلع لازم لك محفار كده. بالروح القدس يجي يحفر جوه اعماقه كده بالروح القدس وتطلع الحجر ده وروح رميه بره حجر الكراهيه يرميه بره حجر احساس بالدونيه يرميه بره حجر احساس بالذات يرميه بره حجر عدم الغفران يرميه بره حجر بس ده شغل كل شغل ربنا بيحتاج اسلحه قويه شويه وده الروح القدس يعمله انت ما تقدرش تخلص روحك من الحجاره اللي جواك لك ربنا يقدر يخلصك من الحجارة اللي جواك يشيل من قلبك الحاجة يشيل من قلبك كده دخل حاجة كده بمحبته طلعها وينطرها برا دي الأرض التانية كانت أرض عبارة عن إيه الأرض الإيه الصخرية فالكلمة حلوة كلمة ما فيش غلط اللي بيقدم الكلمة مش هو المسؤول المسؤول الكلمة رايحة فين راحت على أرض في الأولانية سكة ما نفعتش راحت على أرض مليانة حجارة ما نفعتش راحت على ارض مليانه شوك طيب نحكي لكم بقى حكايه الشوك ده ايه الشوك اولا ده واحد من نتاج الخطيه
لما الرب في جنة عدن وهو بيقول لآدم قال له إيه؟ تفتكروا حسكا ها؟ وشوكا ها؟ تنبت لك تبقى تزرع كويس يطلع لك الشوك. إيه الشوك ده؟ أشرح الأول الشوك، يعني أشرح حاجة علمية كده عن الشوك، بعدين نشرح لكم إيه يا رب يسوع قال إيه. الشوك ده نبات متطفل، يعني إيه؟ يعني ما يحبش يعيش لوحده، مليان مسنن كده، مثلا ما بيحب عصاره، عاوز عصاره عشان يكبر. الشوك لو ما يجيش عصاره ما يكبرش، لو ما يجيبش عصاره من الارض يجيب العصاره بطريقه غريبه جدا. لما بيطلع جنبيه نبات هو رخم، الشوك ده رخم، يرمي روحه عليه، يرمي روحه على النبات، هم يخرموا، يخرم النبات ويشفط العصاره، هو يعيش والنبات يحصل له ايه؟ يموت. الشوك على رب يسوع جميل، كلام الناس بمنطق بسيط، كلام الناس بمنطق بسيط. هو ده كلام صعب؟ لا، ده كلام صعب اللي احنا بنسمعه ده. ده تحتاج فيه مفتي يفتي لك، ده تحتاج فيه واحد يقول لك ما هي انت شوف روحك بقى انت انهيه. ليه بروح كتير ومش بتعلم؟ ليه بحضر كتير ومش بتغير؟ ليه؟ ها، ولا انا متداس، ولا انا مليان حجاره، ولا انا الارض بتاعتي مليانه شوك. التلاميذ يعني عارفين الشوك بيعمل ايه. التلاميذ صحيح هم صيادين لكن في بيئه زراعيه باين يعني. فقال ايه؟ فالرب يسوع قال هموم الحياه وغناها ولذاتها، هيدا الشوك، هموم الحياه، الهم. عارف ان حاجه من اجمل الحاجات اللي رب يسوع دعينا ليها، فاني اريدكم ان تكونوا بلا هم. يقول لهم كده في متى 6، لا تهتموا. الكلمه دي مش لا تهتموا يعني تعمل اهتمام، لا تتهمموا، ما ركبكمش الهم. الهم بيخرم البذره النبته بتاعه الكلمه. ده الناس كويسين، ده الناس في الاول كويسين سمعوا كلمه ربنا، بس المدارس العيال هيخشوا ازاي وما فيش فلوس، والاقتصاد العنيف، ودنيا غلا، والدولار الزفت ده، كان لنا فين الدولار ده؟ ولا كنا نسمع عنه حاجه زمان. يعني عشنا طول طفولتنا وشبابنا و من غير دولار. يعني احنا الدولار ايه الدولار بالنسبه لنا احنا؟ يعني احنا بنشتغل بالدولار المهم، بس الدولار غيري. لكن ده ايه؟ هم. فاهم؟ جايين مؤتمر مبسوطين، العيال مبسوطه، العيال بتنزل حمام السباحه، عمالين نسمع كلام حلو، عمالين نرنم مع مايك ترنيمات جميله، لكن بصراحه مهمومين، عندنا الهم. فالهم بيعمل ايه؟ شوك يترمي عليك كده فيضيع منك العصاره، وبعد شويه تعمل كده تبقى ماشي. عارف كده دايما اللي بقى عليه هم يبقى ماشي محني على ظهره، يبقى ظهره محني كده. عشان كده الرب يسوع قال حته جميله قوي في لوقا 21، بيقول يعني متى كانت هذه تكون، متى ابتدات هذه تكون، كان بيتكلم على اواخر الايام. فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم. انا عاوز مؤمنين رافعين راسهم. العيش ما يحنينيش، ها؟ ولا البيض لما يبقى البيضه ب 2 جنيه ما تحنينيش. لا البيضه ما تحنينيش، ولا البيضه ولا السمنه ولا ما يحنينيش، ها؟ لا انا جايبها ب2 امبارح، كنت اجيب لك 5 بيضات معايا لو انا عارف ان هي غاليه عندهم، بس انا جايبها امبارح ب2 جنيه. انت بتتكلم على البيض البلدي ياك؟ لا بيض الابيض مش كده؟ طيب. بس ده ما يحنينيش. وهيحصل غلا، على فكره الغلا هقول لكم حاجه غريبه جدا، الغلا على كل حاجه في الدنيا اليومين دول، على كل بلد. انا لينا قرايب في كل قرايب في امريكا بيصرخوا، لدرجه انا بقول يعني انا قلتها اكثر من مره، وكل ما اقعد في اجتماع عايزين نلم الجماعه بتوع امريكا شويه، نعمل كده نلم لهم كده غلابه يا عيني. انا طبعا في غلب في كل حته. الغلب في كل حتة بسبب الحرب الملعونة اللي سببها شياطين، اللي سببها حرب، والحرب حرب شر، والشر مش من ربنا. حروب شر، والشر مش من ربنا، والشر زايد، والناس بتموت، وفي ناس بالألف، وناس مش في بيوت. احنا من أقل من شهر كنا مع ناس مش في بيوت، مش من هنا، مش هنا.
بره بره مش بره في بلاد بره يعني ما لهمش بيوت. تصور ما لهش شخصيه ما لهش ما لهش ما لهش بطاقه شخصيه يعني مش عارفين مستقبلهم مش عارفين اي حاجه مش عارفين. انا اشكر الله احنا في بيوت على اي حال. لكن هموم هذا العالم وغرور الغنى شهوات سائر الاشياء شهوات سائر الاشياء دي تكسر الصرافين. الولد اللي نفسه في حاجه خصوصا طبعا اليومين دول الاعلانات مطلعه عنينا وامازون ومش امازون برضو اسمه ده جوميا ومش عارف ايه هات اطلبها دلوقتي اطلبها دلوقتي. والعيال يا عيني بيروحوا المدارس يقول لك انا مش قادر اطلع الموبايل بتاعي. ليه؟ الموبايل بتاعي اصله قديم. انما اصحابي كلهم ماسكين موبايلات اصل في موبايلات كده تعرف في موبايلات دلوقتي طلع حاجات حديثه جدا تعمل كل حاجه تجيب لك مش عارف تجيب لك النت وتجيب لك مش عارف فيها فيها ساعه وفيها تلفزيون وفيها خلاط وفيها فيها وتعمل لك سندوتش كل حاجه. فبيروح المدرسه يلاقي صاحبه عنده الموبايل ده اللي فيه كل حاجه وهو ما عندوش غير موبايل بس يا عيني مش عارف ايه اربعه ولا خمسه ما مش عارف بيسموهم الشباب بيتخانق ان هو مثلا صاحبه معاه هو اسمها ايه الماركه تقولوا اي حاجه بلاش الايفون غالي قوي قال لك ها جالاكسي مثلا انا في جالاكسي يقول لك انا معايا جالاكسي ثلاثه صاحبي معاه جالاكسي سته. خلي بالك اللي بيجيب جالاكسي سته بيجيب جالاكسي سبعه مثلا كان في جالاكسي سبعه في سبعه ممكن يعني يجيب اللي بعده قبل ما يفك قبل ما يعرف اللي معاه بس هو عشان طلع واحد جديد ده بيعمل حاجه اسمها شهوه داخل الانسان. ايه ده؟ يركب العيل هم احس ان انا قليل انا مش زي اصحابي انا مكسوف الحقيقه يا بابا حرام عليك يا بابا صاحبي فلان فلان يا بابا جاب كذا انا انت ما جبتليش انا يا بابا مش قادر افتح طب ما ترنش عليا لانك لو رنيت عليا هضطر اطلع الموبايل مش عايز اطلعه. هم وشهوه وهم تعمل ايه الكلام ده؟ يخش الشباب الحلو يسمع كلمه ربنا هينبسط ويرنم مع مايكل ويطلع بره يفش شكرا. عارفين احكيكم حكايه لطيفه. كان في خادم اسمه فيستو اوغندي. الحقيقه هذا الخادم رائع اسمه فيستو اوغندي والراجل ده كان ايام عايدي امين. عايدي امين ده كان شخصيه مجنونه رسميا. عايدي امين ده كان بيقتل المسيحيين بهبد دخلوا المطران اسخفي هناك يطلبوا منه حاجه طلع مسدس وموته وهو واقف. عايدي امين اقول لكم حاجه معلش يعني صعبه جدا لكن كان بياكل لحم كانوا بياكل لحوم الاطفال الصغيرين. هو كان في واحد تاني مجنون تاني اسمه بوكاسا نفس الفكره. في الايام دي كان في واحد اسمه فيستو. فيستو ده خادم رائع. يوم ما مات فيستو جنازته كان فيها 3 مليون واحد. ده كان وعظ جميل كده. فيستو ده كان ليه قصه جميله جدا على الغيره. قبل ما فيستو نزل بلد ليه البلد كان في الثمانينات ليه البلد كل البلد حط اريال تلفزيون. فاكرين زمان اريال تلفزيون الاريال التلفزيون زمان كانوا يحطوها كده على عمود 6 متر ولا بتاع دلوقتي ما عادش يعني دلوقتي النت مش عارف كان يبقى في اريا تلفزيون. فليه ان البلد كلها مركبه اريا تلفزيونات عالي كده. فجاب صاحب يعني اللي جاي معاه من القريه قال له انا عايز اعرف الناس دي ازاي عندها يعني عندها تلفزيونات وارايل وهي ما فيش كهرباء اساسا بتشغل تلفزيوناتها على ايه؟ قال له مين قال لك ان دول عندهم تلفزيونات؟ امال قال له ايه؟ قال له عندهم ارايل. ليه؟ بيغيروا من بعض. فكل واحد يركب اريال خلي بالك كل واحد بيحط اريال وعندوش تلفزيون وعارف ان رجاله ما عندوش تلفزيون وعنده اريال فهو بيجيب اريال والتاني بيجيب اريال وحدش بيتفرج ما عندوش حاجه من التلفزيون. هو ده الانسان بيمثل تمثيليه انه عنده تلفزيون ما عندوش تلفزيون ما عندوش. هو ده الانسان. ايوه قصه فيستو دي جميله جدا. ايه ده؟ غيره شديده جدا بين الناس وبعض. ممكن دلوقتي كل واحد يجيب جراب بتاع ايفون هاتوا الجراب بس ماشي وحط جواه تليفون. زمان كان في تليفون خطير جدا كان عندي المشهور قوي ده الرمادي ده ايوه النوكيا 400 كان 310 اكيد كان عندك واحد يا مايك طبعا وعندك لغايه دلوقتي 310 واذا وتفتح وتعمل روحك بتتفرج في الشاشه وما فيهوش حاجه اساسا ولا الشاشه ايه ده؟ الناس تحت ضغط
وهم التقليد وهم المجتمع، هذا يخنق الكلمة. منين ما تسمع وزي ما تسمع ما فيش فائدة. ليه؟ لأن هموم العالم وغرور سائر الأشياء وشهوات تخنق الكلمة. عشان كده الكلام عن السلام، بصوا العالم كله بيدور على حاجة ومش عارف يجيبها منين، هو فاكر انها في الغنى. اقول لكم حاجة، اظن الجرايد اليومين دول، بلاش الجرايد، الاخبار اليومين دول مش جايبه لكم اخبار الاغنياء قوي 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 قوي، الحرامية الاغنياء قوي 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 اللي بيخونوا، الاغنياء اللي هم قوي 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 بيتحرشوا بالعيال الصغيرين. ايه ده؟ مش هو بيدور على حاجة مش لاقيها، هو فاكر انها في الفلوس. لكن بعد ما تجيب فلوس مش لاقيها. ايه اللي بيدور على السلام؟ ايه هو السلام ده؟ السلام ده يقولوا يعني تعبير كلمة السلام هي ايه؟ حاجة في مكانها. اقول لكم حاجات، جبتوا لاولادكم اللعبة اللي هي عبارة عن الكورة كده، فيها فتحات وفيها فتحة على شكل صليب وفتحة على شكل مدور وفتحة على شكل هلال كده، يقعد العيل يمسك كده ويدور دور وبعدين يلاقي اللي هي على شكل زائد ويحطها في الفتحة بتاعتها. ها؟ جبتوا اللعبة دي، مشهورة خالص. السلام هو حاجة اتحطت في مكانها. ايه دي سلام؟ خلي واحد ينام، العالم كله بيدور عليه. ويسوع حبيبي يسوع وهو ماشي قال للناس عيال تبعه، قال لهم بصوا الناس كلها بتدور على حاجه غريبه، بس هقول لكم حاجه مفاجاه، سلامي اترك لكم، سلامي اعطيكم. يا على هذه الورثه، يعني ضد الهم، سلام ده ضد الهم. يا ابني لو معكش موبايل كذا ما همكش، ده انت ابن الملك. يا ستي لو بيتك مش مفروش بالطريقه الفلانه ما يهمكيش، انت بنت الملك واستمتعي بسلام الله، استمتعي بالسلام لان هو ده عطيه بتاعت ربنا. لكن الهم يخنق الكلمه. يبقى عندنا ثلاث تربط، ثلاث انواع من البشر، وغالبا تقريبا حاجة و90% من البشر في الثلاث. يا على تعليم الرب يسوع بيكلمهم من الفلاحين، يعني ده بيطلعوا نكت على الفلاحين، بس يسوع كان بيتكلم كلام الفلاحين، كلام الستات البسطة، كلام الناس العمال التعبانين. يسوع حلو قوي، فكلمهم راجل الزارع. ثلاث أنواع، تربة الأولانية مالها؟ طريق. دي مالها؟ دي كل حد ماله داس عليها. تاني، وبطلب من كل الناس تاني ما تخليش حد يدوس عليك لا في الفكر ولا في الوقت، خليش حد يدوس عليك في الوقت ويهلك وقتك منك، هتبقى متداس. وسامحوني انا عارف كلكم عندكم الفيسبوك، والفيسبوك ده واحدة من اداة الدوس على البشر. ليه؟ هو عمال يقولك ايه اللي بيحصل، وعمال يقولك ايه المهم، وعمال يقولك ايه الحلو، وعمال يقولك ايه الوحش، وعمال يقول لك كل الاشاعات الكاذبه، عمال يدوس عليك طول النهار. صاحب يقول لك خبرين كده في السكه مظبوطين، اللي هو ايه؟ واحد مات. ده واحد مات، اول ما تشوف صوره واحد في الفيسبوك، انا ما عنديش فيسبوك، بس اول ما تشوف واحد صوره كده كبيره تعرف انه ايه، انتقل الى ال، ما نعرفش بقى راح الامجاد السماء ولا لا. وبعدين احنا في الفيسبوك كلنا اول ما نشوف الصوره نقعد نكتب بقى تعز، اول ما تكتب ت تلاقي الموبايل كتب لك تعزيات السماء، حفظهم كل ما. واحنا طبعا على فكره بنكتب تعزيات السماء، اللي بيتفرج على الكوره بس بيكتب تعزيات السماء، واللي بيحكي مع مراته حكايه بيحكي، او بيتخانق مع مراته بس يكتب تعزيات السماء، وكبير كلها كذب في كذب، والعمليه كلها شغاله ما دام صوره المرحوم طلعت. بيدوس علينا طبعا طول النهار بيدوس. تصحى الصبح تسمع خبرين من اللي فوق دول، داس عليك طول النهار. طريق، خلي بالك انت مش سكه، انت محترم، انت تربه نظيفه ربنا عاوز ينتج بيك. هو كمالة المثل اللي حكي عليه في مرقص ومتى 30 و60 و100، طلع قمح. يعني ايه قمح؟ يعني مصدر حياه. تخيل حياتك انت بدل ما تداس تبقى مصدر حياه. دي نمره واحد. فالتربة الأولى أو النوع الأول هو الطريق، النوع الثاني اللي هو الصخر، كتير جوانا كتير، وعايزين نقول له قلب يا رب، قلب التربة. قبل الزرع بيعملوا عندك طبعا، بنعمل عملية ايه؟ الحرث، ده تقليب التربة، عشان الكلمة
لو سبتها زي السنة فاتت، لو سبت التربة زي السنة فاتت هبقى فيها حشايش، فيها ديدان، وفيها صخر، فيها طوب. لا، لازم تتقلب. انت جاي ليه؟ انت جاي ليه؟ صحيح جاي تستمتع مع أسرتك ودي بركة، صحيح جاي عشان أسرة المستشفى ودي بركة بركة، صحيح جاي عشان أولادك دول ينبسطوا ودي بركة. احنا عايزين الأولاد ينبسطوا حتى لو كان أخونا ده نايم. ربنا يباركوا، ربنا ما يمكوش، سيبيه حلو حلو، ربنا يبارك نومه حلو، على الأقل مش عامل دوشة. ربنا يباركوا، ربنا يبارك فيه، ولا يهمك سيبيه يا ماما، سيبيه فاطمة صحيهوش، ده نايم نوم عميق. جايين ننبسطوا، تمام صح، جايين ننبسط. لكن حاجة مهمة لازم نبقى عارفينها، ان احنا جايين نتقلب، نتقلب. ربنا يطلع منا الوحش، طلع صخرة الكراهية، طلعها، يطلع صخرة احساس ان انا وحش، ان انا قليل، ان انا ما عنديش، ان انا غلباني، ان انا شكلي وحشة، ان انا مناخيري كبيرة، ان انا شعري مش حلو، ان كل الكلام الاهبل ده اللي الناس بتتأذي بيه، ان انا عينيا مش خضرة. مش عارف ليه الناس بتحب العينين الخضرة، أقول أنا سأبقى عندي خضرة، يقول لك يا شعر أصفر عينين خضرة، يا هو ده قمة الجمال، شعر أخضر وعينين صفر، شعر، وأنا شعري كان أصفر قبل ما يبقى أبيض الحقيقة، بس كان أصفر قبل كده. أجيب لكم الصور بتاع زمان، أنا صبغته أبيض، أنا مش كبير، أنا بحب أصبغه أبيض، وكانت عيني خضرة برضه، بس الزمن أنا بمشي في الشمس كتير عيني عيني غيرت. إيه دي؟ إيه القيم دي؟ إيه القيم اللي تخليك تحس إنك أي حاجة؟ وقال هات العكس بقى، ايه اللي انت فاكره انك انت يعني، او انت فاكره روحك ايه؟ عشان لا تستقبلي كلمه الله، عشان حاسه انك انت ما فيش زيك وشكلك جميل ولا اي حاجه من الحاجات دي. خلي ربنا يقلبك، طلع الحجاره كراهيه، عدم الغفران، عدم الغفران لاخواتي. النهارده وانت بتصلي قول يا رب انا بسامح اخواتي اللي ما جونيش ساعه ما كنت مستنيهم، انا كنت مستنيهم ما جوش، سابوني وحدي بس انا مسامحهم. ليه بتغفر؟ عشان شيل الحجر يتشال، لما تنزل البذره تلاقي ايه؟ تطلع ثمر. ده النوع الثاني صخور. النوع الثالث اختارهم اللي هو ايه؟ الارض اللي مليانه شوك، الارض اللي مليانه شوك، الهم. عايزين الهم ده يعني ربنا يشيل الهم ويديني سلام. بس هموم، بس كتاب لطيف يقول لك هموم الحياه وغناها ولذاتها. كتاب مش بيتكلم اي كلام. ايوه هموم الحياه، لان في احتياجات، محتاجين بيض، محتاجين بيض وسمنه وكده، ب2 جنيه مش ب2 جنيه ونص، ضحك عليك الراجل. محتاجين اكل، محتاجين صح، لكن في شهوات سائر الاشياء، الامور اللي مرتبطه بشهوه حب الامتلاك. دول الثلاث اللي هم 95% من انواع البشر. يفضل لنا نوع حلو قوي قوي اسمها الارض الايه؟ الجيده. قول يا رب خليني ارض جيده النهارده، اما اسمع كلامك واخبئها في قلبي وتقعد وتتروي كل يوم، تتروي. احنا بنعمل ايه لما بنزرع؟ بنروي مش كده؟ نروي يعني ايه؟ يعني كل يعني بنزقيها، يعني بنزقيها. زيها ايه؟ أرى ميه. اوكي ميه اهم، هي اهي الميه، اهي ميه كلمه الحياه. بس إيها مية ننظف عليها، دي هوا، الهوا اللي حوالين الزرع ده اللي هو الصلاة مناخ. الواحد بيصحى كده الصبح ويشكر ربنا، بيعمل هوا للزرع، في مية وفي هوا، الزرع ينبت في أرض جيدة ما فيهاش شوك، ما فيهاش حجارة، مش متداسة، تطلع 30-60 مية. الحتة دي حلوة قوي، على قد كل واحد ربنا مستني منك، مش مستني منك زي ما مستني مني، مش مستني منك زي ما مستني منها، لكن هيبارك كل ثمر طالع. 30 ربنا مش بيعد، ها؟ ربنا مش بيعد. 30 نعم أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل. 60 مبارك، 100% مبارك، الثلاثة زي بعض. ربنا مش بيعد، مش بيدي ناس أحسن من ناس، ها ده بس عايز الارض تبقى صالحه. هو ده المثل، هو ده كلام حبيبي يسوع، من يحبني يحفظ كلامي. هو ده الكلام كده، جلس يكلمهم، هنا يعني رب يسوع فلما اجتمع ايه؟ جلس يكلمهم، عاوز يكلم الناس. هو بيكلمنا النهارده تاني،
يبقى احنا خلصنا الخدمة دي وهنقعد نرنم مع أخويا مايكل كم ترنيمة لهم علاقة بالموضوع. بس تعالوا احنا بنفكر كده نقول له أشكرك يا رب النهاردة انك فرتني ان الدنيا ان انا تربة، انا تربة، بس انا عايز اكون تربة نظيفة. بصوا التربة في عموما حصل فيها ثلاث حاجات، انتوا ناس ليكوا في الزراعة، يا اما تربة يا اما تبورت. عارفين يعني تبورت؟ لما يجي ناس يحبوا يعملوا بيت من ارض زراعيه يروح محوطينها ويسيبوها فتبور ولا نبني عليه، فتبور يا اما يبوروها يا اما يجرفوها. عارفين جرفوها يعني؟ زمان برضو كان يقعد يقشطوا منها يقشطوا منها عشان يعملوا طوب، فالارض بدل ما تبقى بتطلع قمح بقت بتطلع طوب احمر يمص الحراره ويخنق الناس. ففي تربه اتبورت اتسابت بالزمن، لما تتسابت تربه بالزمن يترمي فيها ايه؟ زبالة. الأرض بور مليانة زبالة، أي حد عنده يعني جيفة عنده يعني عنده كان معزاية وماتت يروح يرميها فين؟ في الأرض البور. ففي ناس كده أرضهم بارت والناس بترمي فيهم الجيف بتاعتها، كلامهم الوحش وأخبارهم مش نظيفة وعلاقات اللي بتسببه يروحوا رمينها هناك في الأرض الجيفة في الأرض البور. في ناس بور، في ناس اتكلوا مع الزمن وتعمل بيهم اتعمل بيهم بدل ما يطلع قمح اتعمل بيهم طوب. في ناس اتبنى على احتلوا الارض واحتلت اتبنى. فالثلاثه دول يقول لك تبوير الارض الزراعيه، تجريف الارض الزراعيه، البنى على الارض الزراعيه، هذه جرائم يحكم عليها القانون العسكري في مصر. ودي الجرائم اللي بيحكم عليها البشر ان حياته ضيعها. والنهارده الدعوه ان اكون ارض صالحه تترمي فيها كلمة الله فتنتج كام؟ مش مهم 30 60 100 مش مهم. أمين أمين أمين. النهاردة ربنا يتعامل معنا. طب ما تيجي نقف كده ونحن بنرنم مع أخويا مايكل ونقوله تعالى نقيني في الأول، قول لي أنا مين. حلو سكند فويس لذيذ. طيب شفتوا بقى دوني المايك اللي هو فيه صوت الحمد لله. تعالوا صلي كده مع ربنا كده قولوا له ايه النهارده، نقيني 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 النهارده، قول لي انا مين انا مين انا انهي ارض، اشرح لي انا مين. يعني انا يمكن ارض بور مليانه زباله، انت بتنظف تنظفني نقيني غيرني، انا عاوز ابقى تربه نظيفه. شاور بايدك على اللي جوايا، في عندي شوك مليان، عندي شهوات كتيره، شيل يا رب موت الشوك. الشوك لو ما لقاش حاجه يتغذى بيها هيموت، وماله يموت، مش عايز الشوك. انا في صخره من عدم المحبه بتكره ناس لرب. انت قلت كده بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب. شيل الكراهيه حط حب يا رب، شيل الكراهيه حط حب من فضلك. مايكل يا سيدي الحبيب يا نور عمري آتي إليك يا ربي فأنهضني يا سيدي الحبيب يا نور عمري آتي إليك يا ربي فأنهضني آتي إليك بكل ضعفي اسمع صراخي واشفي نفسي محبي محتاج إليك يا ربي انهدني يا يسوع انهدني يا يسوع مشتاق
يا رب أنا بعترف قدامك إن أنا سكة، إن أنا منداس. أنت مش عاوزني أكون منداس، أنت عاوزني أكون صاحب رسالة مش منداس عليا من كل الناس حولي. يا رب يا رب ديني سلطان أوقف العلاقات اللي بتداس فيها عليا، الأصدقاء اللي بيدوسوا عليا، الناس اللي بيعملوا معايا تشات فبيقلبوا يومي وبيجرجروني لحاجات مش عايزها. يا رب اديني سلطان أولاد الله، مكتوب كده: أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان، أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. اديني سلطان أقول لا، اديني سلطان أقول لا لأي حد بيدوس عليا في الفكر أو في العواطف أو في المشاعر أو في أو حتى في العلاقة. يا رب اديني سلطان اتحرر، ان حرركم من ابن فبالحقيقه تكونون احرار. حررني وطلعني من الناس اللي دايسه عليا عشان اقبل كلمتك، والكلمه تثمر فيه يا رب، تثمر فيه 30 60 100. يا رب يا رب حررني، اعطيني سلطان ان اقول لا للامور اللي مبهدلاني واللي مخلياني عبد بداس من الناس. جايلك بزنون ندمان وبتون، طالب غفرانك بدم المصلوب، بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع اشفيني، انا راجع عليك. جايلك بذنوب ندمان وبتوب، طالب غفرانك بدم المصلوب، بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع اشفيني، انا راجع ليك. اشفيني من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة ومن الخطية، اشفيني محتاج لك يا فدية، اشفيني اشفيني اشفيني. لمسة شفاء يا رب، أمين. لمسة حياة تلمسني بإيدك، ما أنت الإله، أنا عندي إيمان تشفيني الآن، لو هلمس توبك ما أنت الحنان. لمسة شفاء حياة تلمسني بإيدك، أنت الإله، أنا عندي إيمان تشفيني الآن، لو هلمس توبك ما أنت الحنان. اشفيني من كل
محتاج لك يا فديا، اشفيني اشفيني اشفيني. اشفي التربة يا رب يا رب. حبايبي دايما المزارعين يقول لك التربة عيانة، التربة مليانة ملح، التربة مليانة صخر، التربة تعبانة. انت بتشفي، تشفي التربة ايضا يا سيدنا الرب، انت بتشفي التربة ايضا. انت ممكن تشفي اعماقي وتشفي التربة. خليني تربة صالحة واستقبل كلمة الحياة. ترنيمة اللي بتقول عمانوئيل بتقول له كلمة حقك، كلمة حقك، كلمة اللي انت قلتها من 2000 سنة. ويقول كده الكتاب او الرب يسوع يقول بنفسه، السماء والارض تزولان، كلمة واحدة او حرف واحد من كلامي لا يسقط. كلام عايش، كلمة حقك ازرعها فينا يا رب. كلمة حقك تنظف التربة وتزرع كلمة حقك. عمانوئيل الله معنا، يبعث كلمته فينا يغرسها تغير حياتنا وتصنع ثمرا للحياة الأبدية. 30 60 100، ونسمع الكلام الحلو اللي احنا في يوم من الأيام ربما ليس بعيدا لما نروح له يقول كنت أمينا في القليل، أقيما في الكثير، أقيمك على الكثير. نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. كلمة حقك، كلمة حقك بتعلمنا نسرج لرجلينا، روحك فينا وبيعزينا وبينور عينينا. كلمة حقك بتعلمنا نسرج لرجلينا، روحك فينا وبيعزينا وبينور عينينا. عمانوئيل، تنقش على ايدك واللي يمس ولادك ربي ده بيمس عينك. شايفين على كفك يا سمينة، تنقش على ايدك واللي يمس ولادك ربي بيمس عينك. عمانوئيل، عمانوئيل الله معانا. عمانوئيل، عمانوئيل الله معانا. شعبك يعلن بيك، شعبك يعلن بيك إيمانه، يتمسك بوعود انت رعينا وكل ملينا والدوب مرنا بجودك. شعبك يعلن بيك ايمانه، يتمسك بوعودك. انت رعينا وكل ملينا والدوب مرنا بجودك. عمانوئيل الله معانا. عمانوئيل، عمانوئيل الله معانا. أمين. الله معانا، الله معانا، جانا في صورة ابنه يسوع اللي احنا بنحبه واللي احنا قلنا له انت حبيبي. الناس عايزة تعرف اسمك، وانت اسمك يسوع، وعشان انت يسوع اللي حبيتنا وخلتنا ليك أولاد وعطتنا سلطان أن نصير أولاد الله. وهذا بهذا السلطان وبهذه الدالة بنصلي لك، لأنك إحنا صرنا أولاد وإنت صرت أبونا. عشان كده بنصلي لك وبنقول لك بكل الشكر، يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك،
يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.